السلام عليكم، معكم شكور سفيان، ممرض بالمركز الاستشفائي حسن سليم فاس. احنا اليوم تنزيل المقتضيات البيئة الوطني والاجتماع الوطني، دايرين هذه الوقفة امام البرلمان لالقاء التحية والشكر السيد الوزير اخر نشوى والحكومة ديالو على الوعود الكاذبة ديالهم، الوعود اللي دازت في التلفزة المغربية وللمواطنين كاملين شاهدين عليها، الوعود اللي تبجلوا ومدحوا الدور ديال الممرض المغربي في المنظومة الصحية، ووعدونا ب 8000 درهم كأجر شهري، هادشي اللي ما شفناش بقى فقط في التلفزة. كذلك من بعد ندوزوا للوزارة، كذلك لإلقاء التحية على السيد الوزير خالد سعيد الطرب هو والوزارة ديالو على المجهودات الجبارة اللي كيديروا باش يدخلوا نظام التعاقد لهذه المهنة الشريفة، نظام التعاقد اللي شفنا المآل ديالو في وزارة التعليم، نظام التعاقد اللي كنشوفوا فين كيوصل أي نظام أي قطاع كيدخل له، وكذلك باش نشوفوا معاه على الأمور ديال الطلبة، الطلبة اللي كيديروا تدريبات استشفائية واللي هما كيغطيو الخصاص اللي كاين كبير في وزارة الصحة، الطلبة اللي ما عندهمش تعويضات على التدريب الاستشفائي ليس كباقي القطاع باقي الفئات، كما كنعرفوا كليات الطب او لا قطاع ديال الطب عندهم تعويضات على التدريب الاستشفائي، الطلبه ديال التعليم كذلك عندهم تعويضات على التدريب ديالهم، حنا ما عندناش. هنا السؤال او علامه استفهام، واش فقط طالب الممرض هو اللي كيعاني من هذا الشيء او لا هو الحلقه او لا الشخص المستهدف. كذلك المشكل ديال الخواص، المشكل ديال الخواص اللي داروا حاله في المستشفيات العموميه، الطالب الممرض ديال ليطا، الطالب الممرض ديال الدوله فاش كيمشي للمصلحه باش يدير التدريبات ديالو ما كيرقاش فين، كيرقى المصلحه عامره بالخواص، سواء الخواص اللي حتى هما كيديروا التدريبات، سواء الخواص اللي خدامين بشتى الطرقات، كاين اللي خدام بالتعاقد مع الجمعيات والجماعات المحليه، كاين اللي خدامين عن طريق اوراش وجيد وزيد، وعندنا مطالب اخرى ما بغيناش نفصلوا فيها دابا، راه كلشي كيعرفوهم. حنا قطاع على قدو ديال التمريض ما عندناش الهيئه، قطاع على قدو ما عندناش مختلف الكفاءات، الماستر المتخصص الى جانب الماستر البيداغوجي لذلك. وبغيت نوجه واحد الرساله للسيد اخنوش او للسيد خيس الطالب باش يشوفوا، ما نقولش شوف من حال هذا الطالب، ولكن غير وفوا بالوعود ديالكم وغير خدموا بواحد النيه وبواحد المصداقيه كما كديروا مع باقي الفئات الاخرى. حمزه بسام، منسق وطني في التنسيقيه الوطنيه للطلبه الخريجين وكذلك الممرضين. انا اليوم هنا اسواسا بالاخوان تاعي الطلبه والخريجين وكذلك الممرضين من اجل تسجيل انزال الوطني اللي تم التقرير نتاعو في اخر اجتماع في التنسيقيه الوطنيه بمدينه القنيطره. هذا الاجتماع جاء اثر مراسم القوانين اللي كتحاول الوزاره انها تمررهم، واللي كيحملوا مجموعه من البنود اللي كتضرب في الكرامه نتاع الممرضين وتقنيه الصحه، من بينها مخطط التعاقد المشؤوم اللي ثبت الفشل نتاعو في قطاع التعليم. وكنشوفوا ان الوزاره او الدوله بصفه عامه كتحاول انها تنهجوا في قطاع الصحه، كيف لنظام فشل في قطاع اخر وشي ينجح في قطاع الصحه اللي هو كذلك قطاع حساس. اذا نحن هنا اليوم من اجل ان نقول للوزاره ومن اجل كذلك ان نقول للوزير اننا رافضون رفضا باتا لجميع اشكال التعاقد بالقطاع، واننا مستعدون لنهج كافه الاشكال التصعيديه من اجل الحد من هذا الورم الذي يريدون ان ينخرون به قطاع الصحه. محمد قمزي، ممرض مزاول باقليم طاطا. جينا اليوم تنزيلا لمقتضيات البيان الوطني الاخير الذي دعت فيه التنسيقيه الوطنيه الى انزال وطني مرفوخ بمسيره. يعني هذا الانزال وهذا الشكل النضالي النبيل هذا اللي حضروا ليه جميع ضمائر الحياه التي يعني تتنفس هذه القضيه التي تكتسب يعني قوتها، ويعني عباره عن سلاح شرعي وعادل، لان جميع المطالب ديالها عادله ومشروعه. جينا اليوم باش نرفعوا صرخه واحده، بصرخه واحده نقولوا ان الممرض حان وقت انصافه، الممرض خصنا يتنصف لانه هو العمود الفقري للمنظومه الصحيه، وهذا الشيء اكدوا من خلال مجموعه من المحطات من بينها ازمه كورونا وما قبل ازمه كورونا. الاوبئه شكون حاربهم؟ الممرض. باش نقولوا الامور بمسمياتها ونقولوا الحقيقه بكل موضوعيه وبكل يعني شفافيه. مساله اخرى، طلب الممرضين تاهما جاوا اليوم وشاركوا بكثافه في الشكل، لانهم تاهما متضررين وتاهما يطالبون بالمطالب الشرعيه ديالهم. كيف يعقل ان مخطط تعاقد يعني تعاقد المشؤوم تجيل محاوله اخرى، يعني محاوله من خلال قوانين المنظومه الصحيه الجديده انك تطبقوا في وزاره الصحه؟ هذا الشيء ما خصناش هذا الشيء يدوز، لان التعاقد مشروع فاشل، والدليل يعني وزاره التربيه التعليم والتربيه الوطنيه. التعاقد مشروع فاشل ومشروع يضرب في مكتسبات ويجز على مكتسبات الشعب والمواطن المغربي البسيط.
جينا باش نقولوا بصرخه واحده اخرى ان الطلبه الممرضين يستحقون تعويض عن التدريب الاستشفائيه. هادشي راه ماشي هادشي راه هادشي عجيب وغريب. كيفاش يمكن واحد السيد كيؤدي خدمات صحيه كطلب منه مجموعه من المجهودات العقليه والبدنيه والمصاريف وما يتعوضش، وفي الحين كنلقاو فئه اخرى كتمارس معاه في القطاع في نفس الميادين التدريب وكتخلص. يعني هادشي هذا مظاهر الحيف والميز العنصري والفئويه اللي كتنخر المنظومه الصحيه، واللي كنتمناو ان هادشي يتم القطع معاه ويتم التراجع عن جميع المخططات التي تستهدف الطالب الممرض والخريج يعني والممرض. وكمسألة اخرى جينا باش ناكدوا ان مطلب الرفع من الاجر الثابت مساله مهمه وله نفس الاهميه مع باقي مقارنه مع باقي المطالب، لانه ببساطه التنسيقيه الوطنيه تشمل جميع العناصر ديال الجسم التمريضي، طالبا كنت استاذا ممرضا او مجاولا او خريج. هذه الامور هذه جينا باش ناكدوا عليها اليوم ونقولوا انه لا سبيل للتراجع حتى نلقاو المطالب ديالنا ما تبقاش حبيسه تسالاتيب الوزاره والخزانة واوراق ومداد على ورق تجي وتنزل على ارض الواقع. المهم جينا اليوم باش نوصلوا الصوت ديالنا بطريقه نبيله سليمه حضاريه تعبر على المستوى الحقيقي للممرض. يعني هذه المساله عبرنا عليها في هذا الشكل ديالنا النبيل والنبيل جدا، وكنأكدوا انه لا سبيل للاستسلام ولا سبيل للتراجع. الى الامام الى الامام حتى تحقيق جميع المطالب وتحقيق العداله الاجتماعيه والانصاف والقطع مع جميع اساليب الميز العنصري والفئويه. وتحيه نضاليه لجميع المواقع وجميع المناضلين الذي نحضروا معنا في هذا الاسم الكامل محمد العمراوي، طالب بالمعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه بتطوان، تخصص الصحه النفسيه والعقليه. جئنا الى هنا اليوم تنزيلا لمخرجات البيان الوطني الاخير الصادر على لجنه التنسيق الوطنيه لطلبه خريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه، ولا سيما انزال وطني امام البرلمان. جاء هذا الانزال بهدف الرد على وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه كشكل نضالي اولي وكبدايه معركه ردا على قوانين العبوديه الصادره عن وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه، وكذا تنزيل مخطط التعاقد في قطاع الصحه. وكما يعلم الجميع فشل هذا المخطط في قطاع التعليم. نحن كتنسيقيه وطنيه نناضل على ملف مطلب عادل ومشروع يتكون من مطالب على راسها الرفض التام لجميع اشكال التعاقد في قطاع الصحه، كذلك التعويض عن التدريب الاستشفائيه بالنسبه للطلبه، انصاف الممرضين وتقنيه الصحه. وهنا نوجه رساله صارحه للسيد رئيس الحكومه والسيد وزير الصحه الى الرفع من اجور الممرضين وتقنيه الصحه باعتبارها الفئه الاكثر تقديما للخدمات الصحيه وبل عصب المنظومه الصحيه. أي إصلاح أو زيادة في الأجور فهو استثمار في صحة المواطن. شكرا. السلام عليكم، معكم سمية الشرقي، ممرضة مزاولة بجهة جسم صدراء. اليوم جينا نجسدوا الوقفة اللي دعات لها التنسيقية الوطنية ممرضين وخريجين وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية الصحة في المغرب، ردا على ما يعني التقريرات اللي خرج بها مؤخرا وزارة الصحة اللي كتدعو للتعاقد واللي حنا ضده جملة وتفصيلا، بحيث أننا كنقراو 3 سنوات وما كنقبلوش يعني أن واحد آخر يعني ممر يعني طلبة أو خريجي المعاهد الكليات الخاصة بالمغرب أنهم حتى هما يولجوا لأسلاك الوظيفة العمومية بالمغرب، نظرا لغياب الكفاءة ويعني ما عندناش نفس الستاتيو ديالنا مختلفين. يعني حنا لا في لو فوليم أوغيغ لا في لو ستاتيو، هما سيتان ديبلوم، حنا عندنا سيتان سيتو ليسونس بروفيسيونيل، يعني ما يمكنش أن ديبلوم يخدموا مع ليطا إلى آخره.